يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2021 لزيادة الوعي بمخاطر الغرق وكيفية الوقاية منه. جاء في التقرير السنوي لمنظمة الصحة الدولية أن في كل ساعة من كل يوم أكثر من 40 شخصا يخسر حياته بسبب الغرق. وكعادتها تشارك مملكة البحرين في هذه المناسبات التوعوية التي تصب في مصلحة صحة وأرواح مواطنيها والمقيمين. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. الجميع معرضون للغرق، ولكن يجب ألا يلقى أحد هذا المصير، هو شعار اليوم العالمي للوقاية من الغرق لهذا العام الذي تدعو فيه منظمة الأمم المتحدة المسؤولين وأصحاب القرار إلى تسليط الضوء على التأثير المأساوي والعميق للغرق على العائلات والمجتمعات ولتقديم حلول للوقاية منه. لذا من المهم دائما التذكير بأهم الخطوات الصحيحة للوقاية من الغرق. طبعا في حالات الغرق نحاول ان احنا ننتشل الغريق بالطريقة السليمة الصحيحة، بحيث ان احنا لو كان الغريق مقابل لجهة الماء، معناته مجرى التنفسي مقابل لجهة الماء، نفره نقلبه بحيث ان احنا نخلي الانف والفم على اللي هو مفتوح، ونحاول ان نسحب الغريق بالطريقة الصحيحة بحيث انه يكون مجرى التنفسي ماله مفتوح. وبعد ما ان احنا نوصل الغريق الى مكان امن او سطح مستوي، نبتدي اللي هو خطوات الانعاش القلبي الرئوي، وحسب اللي هو توجيهات المركز المرجعي للاسعافات الاوليه التابع للاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر، ان نبتدي بخمس نفخات انقاذيه، وبعدها اللي هو نعطي اللي هو 30 ضغطه ونفسين لغايه وصول اللي هو طبعا المساعده الثانويه او الاسعاف. انصح الجميع تعلم السباحه رقم واحد، رقم اثنين لو كنت انت سباح وماهر لا تنزل بروحك لا برتيا ولا بحر، لانه ممكن يصيدك شد او يصيدك اقماء، واذا بروحك بتغرق. والشيء الاخير انصح جميع اولياء الامور ينتبهون حق عيالهم اكثر ويلبسونهم لايف جاكيت سترات النجاه، افضل من اي سباحه ثانيه تنباع في السوق. اليوم معاكم هنا على اساس نتكلم عن الامن والسلامه اللي لازم ناخذه، الاحتياطات اللي ناخذها واحنا نختار برك السباحه، واللي دائما الناس ما تركز فيها وهي اهمها نقط، ان لازم يختارون برك السباحه اللي يكون فيها حاجز بينها وبين بركه السباحه للكبار والصغار، وكذلك لازم يوجد فيها طوق النجاه مع الزام وجود شخص ملم بالإنقاذ وملم بالإسعافات الأولية ليقدمها للأشخاص اللي في حال الغرق. هذه الإرشادات والنصائح لعلها تكون طوق نجاة لتفادي عدد حالات الغرق، خاصة وأن الغرق هو ثالث سبب رئيس للوفيات الناجمة عن الإصابات غير المقصودة.